معلومة، خلينا نقول معلومة وفي انتظار الخبر الرسمي من وزارة الشباب والرياضة. اللي حصل من اللجنة اللي نزلت للتفتيش أو للتحقيق في الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة على مدار 48 ساعة متواصلة، تم فيهم إرسال بعض الأسئلة أو توجيه بعض الأسئلة للمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، اللي رد عليها بإجابات غير يعني منطقية وغير موضوعية ويعني ملهاش أي لازمة في الحقيقة. فاللي هيحصل دلوقتي، اللجنة كتبت تقريرها أول امبارح لغاية الساعة 4 العصر. التقرير تم رفعه لمكتب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، اللي بدوره بيرفعه لمكتب معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أبرز الكلمات التي كتبت في هذا التقرير: أول حاجة الاتهام بالإهمال والتقصير لمسؤول بعينه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم. طيب توصية اللجنة إيه؟ التوصية بالتحويل للنيابة الإدارية، بتحويل هذا الموظف للنيابة الإدارية. دي معلومات أنا بقولها لحضراتكم، ودي مجرد توصية. هل الوزير مجبر أن ياخد بالتوصية دي؟ لا. الوزير هيعمل إيه؟ أقرب المستشارين للوزير هو المستشار القانوني للوزارة، هيتم التشاور وفي الآخر هيتم اتخاذ القرار الأنسب طبقا لرؤية معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. أنا بقول لحضراتكم بعض من الكواليس التي تحدث الآن أو على مدار الساعات الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة، لكن في توصية من أعضاء اللجنة بتحويل موظف بعينه للنيابة الإدارية طبقا لما حدث وطبقا للتحقيقات داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.